محمد وارجع لك عليه ان شاء الله. محمد قول لي انت طبعا الاخ الصغير الكبير سيف هنداوي ما شاء الله دلوقتي ام بي اكاديمي وراح جامعه في امريكا خلاص. اسعد اخوك ما شاء الله الله اكبر 16 سنه لعيب كويس جدا. ومحمد بقى انت ايه يعني اللي اتعلمته منهم؟ ايه اللي انت شايفه هم بيعملوه وانت حاسس ان انت عايز تعمل زيهم؟ مثلا احترف بره مثلا زي اخويا سيف كويس مثلا حلو كده تبقى زي سيف ان انت عايز تطلع الانبي اكاديمي. طب وبابا دايما بيقول لك ايه؟ بابا دايما يوجهك بيقول لك ايه؟ استرجل في الملعب. بيقول لك ايه؟ استرجل في الملعب والله دايما يقول لك كده رغم ان انت راجل جامد في الملعب يعني بس بيحمسك هو. طيب اصعب ماتش في البطوله كان ايه يا محمد؟ كان سبورتنج زي ما زياد قال ولا كان الاتحاد ولا كان الاتحاد اخر ماتش؟ ها لا ما كانش اخر ماتش. كان في بقى اولياء امور كتير في الملعب لا ده كان تاني ماتش. كان تاني ماتش وكان جماهير بقى فعلا وكان ضغط علينا وكنا خسرانين. كنا خسرانين اصلا كام فاكر اتاخرتوا كام؟ كنا خسرانين 10 بونت اعتقد في الاول وعوضته وكسبته الحمد لله. يعني بعد ما هاف تايم يعني الكابتن هزقنا وما اعرفش ايه عشان كلنا كنا انت صريح قوي يا محمد الكابتن يعني بس كابتن اسلام طيب وقف في هزق ايوه بس احنا كنا بنستهبل وكنا يعني ما كانش في روح ما كانش في روح في الملعب وكده فالحمد لله هزقنا يعني نزلت بعد كده تمام نزلنا عملتوا لا فاكر الماتش خلص كام بونت لينا يا محمد؟ كان 4 بونت كان 4 بونت فرحت قوي بقى انتوا بعد الماتش طبعا. طب انتوا بعد الماتش قلتوا بقى خلاص خدنا البطوله وكده وبتاع ولا لا وعملتوا ايه بعد ماتش سبورتنج؟ جه يعني احنا خلاص يعني الكباتن بتقول لموا الشنط عشان احتمال نمشي وما اعرفش بس يعني انا كان في دماغي ان احنا هنكسب ان شاء الله على سبورتنج ولا على 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 سموحه على سموحه عشان لو كنا خسرنا اول ماتش كنا خلاص البطوله برا. البطوله ليهم كنا خدنا تالت كمان. يا نهار ابيض. طب انت سعيد بالبطوله دي يا محمد؟ انا سعيد طبعا. احلى ماتش عملته ايه بقى؟ سيبك من اجمد ماتش احلى ماتش انت لعبته هو سبورتنج. سبورتنج فاكر حطيت كام بوند؟ 3 لا مش مهم بالسكور طب بوينت. والريباوندات بقى والشغل والدفاع كنت كويس. انت بتلعب مركز كام يا محمد؟ بلعب 5-4 بس انت لسه هتطول جامد الله اكبر ان شاء الله زي اخواتك.